متابعينا مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. غنشارك معكم ان شاء الله اكله سريعه خفيفه للجوله الغداء، كانيلوني بالكفته فريمون روعه، مذاق هائل وما كتاخذش لينا الوقت بزاف في التحضير. الو خليكم معنا نوجدوهم مجموعين ومرحبا بكم. نبداو نوجدو الكانيلوني ديالنا. انا جمعت المكونات كامله اللي غنحتاج هنايا، نوريكم كلشي في الاول. استعملت هاد لامارك، هادي هنا فيها 250 غرام، كافية تقريبا ربعة ديال الاشخاص. غنبدا اول حاجه نصايبو لاصوص بولونيز. غنحتاج جوج دروس ديال البصله حكيتهم، مطيشه حتى هي حكيتها، غنصايب لاصوص الراسي. كنستعمل مطيشه طبيعيه كنحكها من الاحسن. عندي تقريبا نص كيلو ديال الكفته. مطيشه غنزيد عليها معلقه ديال مطيشه المعلبه. نحتاج الزيت بلديه والتوابل. عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، البزار. كنحتاج شويه ديال السكر باش كنزيدو في لاصوص كيعطيها واحد المذاق زوين. الملحه، الثومه، وشويه ديال الشامبينيون. يمكن لكم تستغناو عليه، ماشي بالضروري. وبالنسبه لا كريم بلونش، غنحتاج الحليب، معلقه ديال الزبده باش كنصاوبها مع الطحين. عندي جوج معالق ديال الطحين والفخوماج. ندوزو دابا نوجدو. ناخذ مقله ندير فيها الزيت البلديه، دائما حنا كنطيبوها بزيت بلديه. نزيد البصله ديالي محكوكه، من بعد نزيد عليها مطيشه، وغنزيد معلقه ديال المطيشه في الحب. غنزيد التحميره، الخرقوم، البزار. والملحه على حسب الذوق، والثومه. وهي طابت لينا لاصوص، ودابا غنزيد الكفته. غنزيدو كوبه ديال السكر، كتجي لاصوص شويه حلوه. الميلونج ديال الملح والسكر كيعطي مذاق زوين. نغطيها ونخليها تزيد طيب واحد 3 دقائق وصافي هي واجده. ندوزو باش نوجدو لا كريم بلونش. نصيبو لاصوص بيشاميل. غنحتاج معلقه كبيره ديال الزبده مع جوج معالق ديال الطحين. كدوب الزبده مزيان ونزيد الطحين. غنزيد جوج معالق، نزيد رشيشه ديال الملحه على حسب الذوق، شويه ديال البزار، حد ديال سيدنا موسى الفنسي. هي لاصوص بيشاميل ديالنا واجده، نطفي عليها. ودابا عندي كلشي واجد، لاصوص بولونيز هي واجده، لاصوص بيشاميل. وغنبدا دابا نستوفهم في اللاطه اللي غندخل الفرن. الوغ في الاناء اللي غندخل الفرن غندير شويه ديال لاصوص، لاصوص بيشاميل هي الاولى. خي غنزيد لاصوص بولونيز. ضروري ندير لاصوص هي الاول باش لي كانيلوني ديالي، حيت انا غنديرهم ما غنطيبهمش. كاين اللي كيطيبهم كيسلقهم شويه في الماء عادي يعمرهم، مي انا كنخليهم هكا، كنديرهم نيشان باش كيعطوني طواح حتى باش نعمرهم. وصافي كنخليهم من بعد في الفران في خاطرهم حتى كيطيبوا كيجيو زوينين. وما ندير شويه هكا ديال لاصوص باش الباستا ديالي ترطب. الو غناخذ واحد المعلقه صغيره وكنبدا نعمر فيهم هكا، نعمرهم في وسط الاناء باش تغطي حتى شي حاجه كتبقى لداخل. شتي كيجيو عامرين بحال هكا، نصطفهم، جوبونس نصطفهم هكا بالطول. أنا عمرت لي كانيلوني ديالي بالكفتة. صراحة جات الكفتة هي هاديك يلاه عمرت ليا، يعني مبقاتش ليا لاصوص باش نزيدها من الفوق. إلا بقات ليكم لاصوص يمكن ليكم تزيدوها من الفوق، أنا مبقاتش عندي. ودابا غنزيد لاصوص بيشاميل، نخويها من الفوق، ونزيد الفخوماج، وصافي ندخلهم من الفران. ودابا غنزيد الفخوماج، صافي وندخلها الفران. ونخليها تقريبا واحد 20 دقيقة فحال هكا، ونتلاقاو باش نشوفو النتيجة النهائية.